لحد هلأ المشروع ما صار ربحي وإختي بحاجة لعملية تحرير نخاع شوكي. رسالتي لأي حدا عم يشوف هذا الفيديو يحكي معنا ويتواصل معنا ليرجع الحياة لطفلة بأول عمرها. مرحبا واضح، كيفكن؟ أنا حكمة جبولي، مهندسة طبية ومخترعة سورية. أختي غزال عمرها 14 سنة وهلأ هي صف تاسع. الحادث الأليم اللي صار معنا، كنت أنا وأختي غزال بالبيت، نزلت قذيفة عبيتنا. أنا وغزال كل حدا بغرفة بس بيناتنا حيط مشترك. غزال انصابت بشظية بالنخاع الشوكي وصار معها حالة شلل نصفي بتاريخ 5/2/2015. تحولت حياة أختي من شخص كان قادر يمشي ويلعب وهي أصلاً لعبة جمباز لشخص عم يطلب جهاز يساعده على الوقوف والجلوس. جتني فترات انه خلص يعني ايقاص، هي كانت تعطيني قوه حتى كمل. وبعدين قالت لي انه هلا انت سنه صرت، يعني انا تقريبا عندي مشروع تخرج سنه رابعه، فانا سالتها انه شو اعمل، فقالت لي انت ليه ما بتعملي جهاز بفيد كل المرضى، هو جهاز طبي بيساعد مريض الشلل على الوقوف والجلوس وهو بإرادته بدون ما يطلب مساعده من حدا. من هون بلشت الفكره، انا عملت نموذج ميكانيكي واخذت راي غزل لانه هي اكثر حدا ممكن يعني يعطيني بالضبط انه هيك صح، هيك عم يضايقني، هيك لا، انه هي يعني نصائحها من جهه مريض. طبعا اخذت معلومات من دكاترتي اللي ساعدوني من الامور النظريه، وفي كثير ناس فنيين ساعدوني من الامور العمليه. طورت هذا الجهاز لاصبح جهاز الكتروني بتم تحكم فيه عن طريق ريموت كنترول. فانه غزل قالت لي انه انا يعني بدي اكبس ريموت يعني ووقف وتركع على الووكر، يعني لا انا بدي شيء اسهل. فنحن عملنا ابلكيشن هو فويس، في ابلكيشن فيه فويس وفيه ضغط، فالمريض بس بيضغط ريكورد انه بده يسجل صوت وبيقول مثلا انا اريد الوقوف او اب، وبتتم العمليه وبيستعمل الجهاز هذا الامر، بتتم عمليه الوقوف وهيك المريض بيوقف، وبالعكس بيعمل عمليه الجلوس اب داون. صرنا نفكر انه نحن ليش ما بنعمل جهاز بيمشي المريض مو بس بيخلي يوقف ويقعد. ومن هون وصلنا لبدلة ذكية بيلبسها المريض بيقدر يمشي فيها، يبدل بين وضعيات، وضعية المشي، وضعية الوقوف والجلوس، وضعية انه الحركة السريعة يعني. أنا حاصلة على براءة اختراع على مستوى سوريا، وحاصلة على ميدالية الويبو الذهبية من سويسرا بهذا الاختراع، وحصلت على مركز أول بمسابقة المنظمة العالمية للملكية الفكرية على مستوى العالم أيضا بسويسرا. وهلأ غزل بحالة كتير جيدة وكتير سعيدة، وأنا كتير مبسوطة للشيء اللي احنا وصلنا له بعد يعني مراحل كتير صعبة. طبعا غزل هلأ بحاجة لعملية تحرير نخاع شوكي حتى ترجع تمشي. كان هدفي انه غزل اختي تستفيد من هذا الجهاز، والحمد لله استفادت. بس هلأ بعد ما انتشر الجهاز اعلاميا لقيت مو بس غزل بحاجة لهذا الجهاز، في كتير مرضى بحاجته. حلمي انه وصل هذا الجهاز لكل مريض، هي اول نقطة. ثاني نقطة انه ابحث عن المشاكل الموجودة بالحياة ولاقي لهم حلول، وضل يعني الاختراع مستمر.